إسراء، بدك تضليك ساكتة، احكي لو سمحتي. مالي قدراني احكي زينو، قلبي عم يوجعني. انا ما قدرت حتى اعيش هالشعور، ما قدرت اقول لمروان اني حامل، ما قدرت احط ايده على بطني ليحس بالبيبي، ما قدرت فرحه بهالخبر. حتى اني ما قدرت شاركه بحزني، وهلا كارلا رح تعيش كل هاللحظات. موسى ما عم بقدر صدق هالحية عم تعمل المستحيل لتوصل للي بدها اياه، عن جد مو معقول. والله ما بعرف يا زينة، ومروان كتير زعلان، قبل شوي حكيت معه على التليفون، صوته كان كتير تعبان، قلت له اجي لعندك ما قبل. دقيقة، كارلا ما رجعت على البيت يعني؟ لا، مروان واضح ومصر على الموضوع، ما رح يرجعوا لبعضهم. والله؟ زينب أنا لازم أقول لك شيء كتير ضروري. يعني بصراحة كان لازم أقول لك إياها من قبل، بس كنت حابب أتأكد منه بالأول، وهلأ ما عم أقدر أخبي جواتي، أحسن شيء أقول لك إياه وأنتِ خبريني شو لازم أعمل. خير؟ شو عم يصير؟ شغلت لي بالي. هو الموضوع بخص كارلا. الموضوع بخص كارلا كمان؟ موسى احكي لي يلا لشوف شو صار. يعني مرة وأنا ماشي بالشركة، نعم مروان. إسراء أنا تحت وبدي أحكي معك، فيكي تنزلي؟ ليش ضل شي لحتى نحكي فيه؟ إسراء ناطرك لو سمحتي. تفضل مروان، عم بسمعك. إسراء أنا فكرت كتير ورحت وحكيت مع كارلا كمان. أنا لما كنت صغير وعدت حالي أنا ما رح صير مثل أبي، أنا ما رح أترك ابني أبدا إسراء، وهداك الولد بس يخلق رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي كرمال يكون مبسوط. وهذا اللي بليق فيك، هيك لازم تعمل. بس كارلا ما لها مكان ضمن هاللوحة، وبحياتها ما رح تكون. أنا ملاحظ شو ناوية تعمل وشو غايتها، وما رح أسمح بهيك شي أبداً، وحتى قلت هالكلام لألا كمان. لازم أتصرف هيك. كيف يعني؟ أنتوا ما رح ترجعوا لبعض؟ لا، مستحيل، ما رح أعمل هالشي بحالي، وفينا مرة تانية إسراء. طيب أنا شو لازم ساوي؟ قلي شو المطلوب؟ ما تتخلي إسراء، وأنت ما تتخلي عنا، رح نلاقي طريقة. ليك مروان، أنا حاليا ما عندي جواب على اللي قلته، والله أنا تعبت وما عاد فيني أتحمل أكتر، والله تعبت، ما عاد عندي قوة، ما عندي شي تاني لحتى أقوله. تصبح على خير. كيف جيب لك القهوة؟ ولا أقول لك أنا رح جيب لك إياها على الصغير. صباح الخير. صباح النور. صباح النور إسراء، أهلا فيكي، شايفك مبكرة مثلنا. إيه لأني اليوم فايقة بكير. إسراء بدنا نجيب قهوة نطلب لك؟ والله إذا ما فيها عذاب يا ريت. تمام، يلا راجعين فورا وخلينا نعمل قائمة بالأعمال. آه.
أوه، بنت الشركة الشطورة جاية من بكير وعم تشتغل بعد كل شي صار؟ يعني ناوية تضلي عم تشتغلي بهالشركة أنتي؟ ما عم صدق أبداً اللي عم يصير. بدك تضلي معيشتيني بصدمة على طول؟ كارلا، في مجال تحلي عني، مو ناقصني ومالي فاضية بنوب. معك حق، مشغولة كتير لدرجة إنه ما قدرتي تطلعي فيي وتقلي لي مبروك. ما حضرتك مكفية وموفية، لهيك ما عندي إحساس تجاهك بالمرة. أنتي ليش ما عم تتقبلي الهزيمة إسراء؟ قلتي لي مروان مستحيل يعشق مرة مثلي، بتتذكري هالشي؟ بس هذا الحكي ما عاد له طعمة هلا. مروان رح يحب الولد كتير أنا متأكدة، وبفضل هالهدية اللي ربنا رزقنا ياها بدون ما يحس بده يعشقني عشق مع الوقت. مشكلتك إنك دائماً عايشة بالوهم، وكمان ما عندك كرامة لدرجة إنك عم تستغلي حملك لحتى ما يطلقك مروان. على فكرة أنا متأكدة إنه مروان أحن وأطيب شخص بالدنيا ورح يحب ابنه كتير ويهتم فيه، بس اللي متأكدة منه إنه بحياته ما رح يحبك أبداً. بكرة منشوف يا أسراء. وعلى فكرة صار عندي فضول بخصوص خبر حملك، لأنه بصراحة ما عاد صدقت شو بتقولي، بس قد ما خبيتي رح يجي يوم تبين الحقيقة، ولحد هذا الوقت أنا رح أكون عم بستنى لحتى أشوف ردة فعلك وقت الناس بيكتشفوا كذبك. صحيح بدي أسألك، تزوجتوا لمدة طويلة، ليش ما أجاكن أولاد يا ترى؟ شو يا أمورة؟ كبست على جرحك؟ بس لا تخافي حبيبتي، مروان بفضلي وأخيراً رح يعيش شعور الأبوة، اطمني. بيسان، فيكي تحجزي لي عند دكتور نسائية شاطر كتير اليوم بعد الظهر؟ بس لو سمحتي كارلا ما تعرف بشي حاليا، أنا رح أقلها. شكرا لك. كارلا ناوي على شي مو منيح، بعرف. وشو ما كانت ناوية تعمل أنا رح أكشفه لكل الناس. قبل ما أجي على الشركة شفت زينه، موسى سمعان شي بالصدفة وحكى لزينه. أنا صرت بعرف كارلا كتير منيح مروان، ومتأكدة إنه هي عم تكذب، وأنا هالمرة بالذات مستحيل اسمح لأنها تربح علي. إسراء، لما منكون مع بعض فينا نتغلب على كل شي. لو سمحت، ما في شي اسمه نحن لحتى تنكشف الحقيقة مروان. تمام، مثل ما بدك. هلأ في شي واحد لازم نركز فيه نحن الاثنين، وهو إنه نكشف خطة كارلا. انتو اتنين ما سمعتوا كلام أبوكم، بتفهموا بكل شي ما هيك؟ ها، شرف رجعت الرجال على رأس الشركة، رغم إنه بيعرف رح يجي ولد. الرجال ما بده كارلا. شو يلي تغير كينان؟ شو يلي تغير؟ بابا شو كان بدك يعني ساوي؟ بتفرج على الشركة هي وعم تنهار؟ بوقتها مين رح يكون المستفيد بابا؟ الأقل كان دفع الثمن، كان دفع الثمن. أنا ما جمعت أعضاء مجلس إدارة على الفاضي، وما قلعت الرجال على الفاضي منشان هالمرة يجي بوقاحة ويرمي مرته وابنه قدام باب بيتي. بابا برأيي أنت عم تدخل المواضيع ببعض، وأنا معصب من مروان وأنا ما عم بتحمل عمايله، وعندك حق، بس مو هذا الحل. لازم نحل هاي المسألة بدون ما ندخلها بالشغل. شو ما كان يكون، لازم نخلي كارلا تغير رأيها بأسرع وقت. كنان مصرة ما بدها تتطلق، لهلأ عقلي ما عم يستوعب إنه عندها أمل. كارلا من زمان ما عاد فكرت بعقلها بابا، وانا هددتني انها بتترك البيت. ما لي عرفان شو بدي ساوي، ما عم اقدر ارفع راسي اقول جايني حفيد. احسن الشي حاليا خلينا نخبي وضع كارلا هاد عن الكل، ما بدي اسمع بمهزلة تانية.
تمام بابا، انت لا تتوتر اكثر من هيك لو سمحت. انا هلا رايح على الشركه وبحكي مع مروان، ماشي؟ لا تضايق حالك. إسراء، عم أقاطعك بس هالملفات اللي ألقيتي نظرة عليها لازم كارلا خانم تعطينا موافقتها فيهم. ما قلت لي كارلا خانم؟ يعني إذا كارلا خانم مالها موجودة بوقتها كينان بيك ممكن يوافق عليهم. طيب ماشي حالي. طيب صباح الخير. صباح النور. إيه أخي، بعت لك فيهم إيميل وليكو صار عندك. تمام يا موسى. إيه تمام راهي. يعطيكم العافية. ها؟ مروان بك قدرت أخذ لك موعد عند الدكتور، بس مواعيده كلها مليانة وما قدر يعطينا غير اليوم المساء، وهدول معلومات الدكتور والعنوان ورقم التليفون إذا اعتزت شي. أنت رائعة يا بيسان، بتشكرك كتير. هذا واجبي بالإذن. خير أخي؟ أنت مريض فيك شي؟ لا لا موسى، مو إلي، مشان كارلا. بدي روح مع كارلا على الدكتور. أنا بحاجة لأنه أسمع كل شيء من الدكتور بنفسي. منطقي. وكارلا عندها خبر؟ لا، ومالي ناوي خبرها لآخر لحظة. بصراحة حابب أعرف ردة فعلها بهديك اللحظة. انت لساتك هون؟ ايه والله مروان، لانه بكره في اجتماع وعم حضر له. اسراء، ما بعرف اذا عندك خبر بس محروق بيتكم انتوا على فكره. ايه بعرف، بس ما في مشكله بنوب، يعني الكل مناح. اذا بتتذكري لما احترق مطعمكم انا كان جايني عرض زواج منيح وقتها. بس هالمره ما رح تكون محظوظ كل هالقد. أنا ملاحظ هالشي كتير منيح. أساساً هالمرة بس يجي وقته أنا رح أطلب هيك طلب. بس بوقتها أنت ما لازم تكون متزوج. على ما يبدو أنت نسيان إنك متزوج وأنت ومرتك عم تستنوا ولد على الطريق. ليكي، اليوم حاولت أخذها على الدكتور بس مثل ما توقعت تماماً، هي عملت المستحيل وما دخلت من باب هداك الدكتور. أنا بعرف كارلا مخبية شي. أكيد مخبية ولازم أعرف شو هو، بس صدقيني مالي عارفان كيف، وما في بين ايدي شي تاني غير اللي عم تقوله هي. اكيد رح تنكشف لو شو ما كانت مخبية. ايه هيك طبعا. وعلى فكرة اهلي رح يضلوا عندكم بالبيت. خالد مرد عزمتهم، يعني قلبي محسسني انه انت إلك ايد بهالقصة. لا تعليق. انت شو عم تعملي؟ عم حضر العرض مشان اجتماع بكرة. تحبي نشوفه مع بعض؟ يعني بيخلص أسرع. منشوفه. يلا. استنى لقلك، خليني فرجيك شو حضرت. بهالقسم من العرض إذا بتحكي عن الطرق العلمية للاستعمال بيكون أحسن بكتير، يعني بهالنقطة. تمام، خليني عدله لك. أيوة، هاي ملاحظة. أنت منيحة؟ إيه بس يمكن تعبانة شوي. طلعي فيني لشوف. إسراء مرتفعة حرارتك. ايه بس لا تقلق، قبل ما اروح لعند زينب ببقى بمر على الصيدلية وباخد دواء. امتى اخر مرة اكلتي فيها؟ يعني بتذكر الظهر اكلت. اكلتي الظهر، فهمت. هلا هيك بدنا نعمل، بدنا نروح لعندي بالاول ورح نطلب لك اكل وانتي رح تاكلي وبعدين انتي رح تشربي الدواء، وبعدين أنا رح أعمل لك من شاي الأعشاب يلي بيريحك. تمام؟ لا مروان، يلا ما في داعي، هلأ بروح لعند زينو. إسراء، أنت عملي اللي عم قلك عليه بالأول وبعدين أنا رح وصلك لعند زينو. إسراء شوفي، نحن الاثنين بنعرف أنك ما رح تهتمي بهالموضوع ورح تضلي تتصرفي ولا كأنه صاير شي، وبكرة رح تمرضي أكتر وبعدين رح تعصبي لأنك مرضتي وتفشي خلقك كله فينا بقى، صح؟ هيك أنا بعمل مزبوط. إيه مزبوط، ولهالسبب. يلا قومي قومي قومي، بدنا نروح. يلا يلا
يلا نشوف. بس بدك توصلني لعند زينب. رح وصلك بوعدك بوعدك بوعدك. خلص والله رح موت من تعبي، مكسر جسمي، ان شاء الله ما امرض. اسراء كيف ما بتاكلي شي من الظهر انت؟ لك ليش ما خلصتي السلطه؟ خلص اكلت وشبعت وما عاد قدراني. اسراء مالك شربانه الشوربه كمان؟ على الاقل اشربيها. خلص شربت بكفي، بدك تخليني اشرب غصب عني؟ طيب راح اجيب لك الدواء يمكن يفيدك شوي. اكيد بدك تطعميني كرمانتينا كمان. ايه الكرمانتينا مهمه، فيتامين سي. والله لو بدي اكل الصحن كله اكيد ما راح اجمع فيتامين. إسراء ما عم صدق للمرة الألف بدنا نتناقش بهالموضوع. ما بدنا نتناقش لأنه أنا معي حق. أنا ما عم أحكي شي لأنك مريضة، مو لأنه معك حق. إذا ما قلت ما بدك تقول هذا ما بيعني إنك ما قلت. إسراء ما بعرف إذا ملاحظة بس أنا هون عم حاول ساعدك، ما هيك؟ أكيد مالي المذنب بمرضك كمان. وإنت شو عرفك؟ يمكن إنت السبب، ويمكن لو ما رحت وراقبت كارلا ما كنت مرضت هيك. ليش انتي رحتي راقبتي كارلا؟ يعني بظن انه عملت هيك وزلقت بالحكي. وليش؟ اسراء؟ لانه كانت غريبة بتصرفاتها، اجاها مسج وطلعت بسرعة من الشركة وراحت لحتى تشوف واحد وشكله الموضوع كان كتير مهم، فقلت بقطع الشك باليقين. ايه ما صار شي. طيب وامتى كنتي عم تفكري تقليلي هذا الحكي؟ يعني لو صاير شي كنت قلت لك، بس والله ما صار. طلع عم باكل وما صار شي. فهمت. إسراء تاني مرة بس يصير هيك شي بتمنى تخبريني فيه، تمام؟ إسراء. يلا خليني أعمل لك شاي بالأعشاب بينفعك. وقف، لا تعمل شي، أنا صار لازم أمشي، تأخر الوقت. وقفي وقفي إسراء، هالليلة خليكي هون، بتنامي على فرشتي وأنا بخفى هون على الكنباي. إسراء ليكي مات عندي، أنت مريضة. يلا بدو ياني نام على هديك الفرشة، وبكل وقاحة بتقلي نامي على هديك الفرشة اللي نامت عليها الحرباية. يا ريت دبور قرصني من لساني وما قلت لك هذا الحكي، تمام؟ أنا رح أرمي هديك الفرشة، تمام؟ إيه يا ريت ترميها حتى أحرقها أحسن. بعدين قلت لك 50 مرة نامي على الكنباية، أنت ما رديتي عليه. قال بده يعني نام على تختة، كل ما بتذكر بنجلط. يا الله يا ربي. ليكي تمام. ليك ناقشينا، كنت هلأ رح تنامي وترتاحي بس لساتك فايقة. ليش؟ لأنك وحدة عنيدة. خلي عنادك ينفعك. يلا شكرا مروان، شكرا، تصبح على خير. قال بده يعني نام على فرشته. قال انا رح ارمي هديك الفرشه. رح ارميها، فهمتي؟ تمام. ها اسراء تعي تعي. إسراء شو صاير معك؟ والله شغلتي بالي، صوتك كان كتير تعبان على التليفون. اجيت هلأ من المستشفى، أخذت كارلا لهونيك. ليش بقى؟ كانت عم تتوجع قدام باب الشركة وأنا كنت واصلة فأخذتها ورحت على المشفى. إيه؟ للأسف كارلا طلعت عن جد حامل. لحد اليوم كنت عم أقول إنها عم تكذب وإنه هذا من تأليفها وإنه رح تنكشف بيوم من الأيام. يعني ما اعترضنا بس هالشي شو رح يغير؟ يا بنتي انتي ما قلتي هالبنت عم تخبي شي عالكيف؟ كنت عم قول بس طلعت غلطانة، واللي قلته ما بغير النتيجة. زينو لك إسراء، الشي الوحيد يلي منعرفه عن هديك الليلة هو كلام كارلا وبس، وهالمرة بتكذب أكتر من ما بتتنفس. والحد الثاني هو مروان بس ما له متذكر هديك الليلة. لك يا بنتي أكيد في شي تاني، بتشوفي تنكشف الحقيقة. ضايعة والله. أنا اليوم شفتها بالحديقة عم تحكي هي وشب، من ناحية كانوا عم يتخانقوا ومن ناحية تانية كان ماسك إيدها. أنت عم تحكي عن جد؟ إيه طبعاً. إسراء لازم تخبري مروان عن القصة فوراً، سمعانة؟ ما بوعدك زينو لأني ضايعة وما بعرف شو بدي ساوي. إسراء حاجتك سخافة؟ معقول وصلنا لنهاية الطريق وبدك تستسلمي؟ كملي للأخير لحتى تعرفي الحقيقة، عم تفهمي علي؟
الو نعم. الو مروان، ضروري شوفك ونحكي. وانا هيك رايي، وكنت رح اتصل فيكي. وينك؟ انا هلا على الشط. طيب بشوفك بمكاننا، جايه فورا. طيب بشوفك عند القوارب، لكن باي باي. إسراء، لما اتصلتي فيني كنت على اليخت، بس لا، طول الوقت عم فكر وفكر ومالي متذكر أي شيء بخص هديك الليلة. يعني متذكر كم شغلة بس ولا وحدة فيهن ما فيها كارلا. لا إسراء، أنا ما عم بقدر شيل من راسي هالموضوع. شوف، في شيء أنا لازم أحكي لك يا. أنا اليوم راقبت كارلا وتقابلت هي والشاب السر بالحديقة. أنا ما سمعت شو كانوا عم بيحكوا، بس كانوا عم بيتخانقوا، وبلحظة من اللحظات حتى مسك إيده، يعني حسيته قريب منه. شو عم تقولي إسراء؟ مين هذا الرجال؟ ما بعرف مين هو، أنا ما شفته من قبل. وكارلا طالعت شيك وعطته إياه، بس هو شقه رمى. وبعد ما راحوا هن، رحت ودورت على الشيك المشقوق لطلع الاسم، بس ما قدرت أعرفه ابنه. عطته شيك ما هيك؟ واضح انها عم تحاول تتخلص منه، والا ليش لحتى تقابله بالسر وتعطيه شيك ما هيك؟ بس بكفي. مروان، لوين؟ لوين بدك تروح؟ اهدى روق شوي وفكر بهدوء لو سمحت. يعني فكرك اذا رحت هلا لعند كارلا وسالتها عن هالشاب، هي رح تقول لك شو هي الحقيقه؟ ما رح تقول شيء، بس انا كمان ما فيني اقعد هيك وما اتصرف يا اسراء، مجبوره تجاوبني. معناتها انت ما بتعرف كارلا بنوم، وحياتك مستعده تعمل كل شيء. معك حق إسراء، أنا رح جن. أنا لازم روح وأحكي مع كارلا، ولازم أقول لها كل شي بعرفه بوشها. مروان لو سمحت، ممكن تروق شوي وتهدى؟ أنت بس تتصرف في هاي الطريقة بتأذي حالك وبتأذيني معك. بس تتصرف هيك بتعرف شو رح يصير؟ ساعتها لا رح تقدر توصل للحقيقة، ولا رح تقدر تطلق كارلا. فهمت علي؟ طيب وشو بدنا نعمل إسراء؟ بدنا نوقف هيك ونستنى؟ لا ما بدنا نستنى، أنا عندي خطة منيحة.